هناك اعتراف عالمي اليوم بالشعب الفلسطيني، وقريبا سيوازيه أيضا اعتراف عالمي بدولتنا. هناك توافق عالمي بشأن المقتضى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتلبية حقوقنا الإنسانية وبما في ذلك استقلال دولتنا، وأن يكون هناك دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام على أساس حدود العام 1967. هذه يجب أن لا تكون مجرد رغبات يتم التعبير عنها بقرارات ويتم محوها عن وجه الأرض بإفلات كامل من العقاب. هذه يجب أن تكون أوامر، وانتهاكها يجب أن يولد الرد الأقوى. الوقت قد حان للمساءلة والعدالة حتى تسود الحرية ويتم تحقيق السلام. يجب أن تنتهي النكبة، ويجب وقف اعتداءات الإسرائيلية ضد شعبنا، وهو خطوة أساسية لا بد منها في هذا المسار، بما في ذلك أيضا فيما يتعلق برفح. غزة تتألف بشكل أساسي من اللاجئين الذين عانوا من النكبة، وبدلا من أن يشهدوا نهايتها عليهم أن يعيشوها مجددا أو أن يخضعوا لها هذه المرة. كفى ألم، كفى معاناة، لم يتم توفير حتى جيل واحد من الفلسطينيين فيما يتعلق بهذه المعاناة. حان وقت إنهاء المذبحة وإنهاء الاحتلال وإنهاء هذا الخروج القسري وإنقاذ الأجيال القادمة من الموت والعبودية والنزوح القسري والتهجير القسري سوياً. كلنا بما في ذلك الطلاب الشجعان من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية ومن كل أرجاء هذا الكون، وأنا أذكر مرة أخرى بما حدث في جامعة كولومبيا، هذه الشجاعة، والذين نحييهم هؤلاء الطلاب على شجاعتهم وموقفهم المبدئي الذي دعا إلى إنهاء الحرب ونزع سلاح الجيش الإسرائيلي سوياً وبالتضامن شعوب والأمم حول العالم. يمكننا أن نبدأ أخيرا بتصحيح أكبر المظالم في وقتنا المعاصر. فلسطين أصبحت رمزا لكل الدول والأمم المحبة للسلام والحرية. أكرر مجددا، فلسطين أصبحت الرمز لكل الشعوب المحبة للحرية والسلام. مصير وقدر فلسطين كان وهو وسيبقى دوما الحرية. يجب أن لا تتأخر هذه الحرية أكثر من هذا. يجب إنهاء الظلم وحرية لفلسطين.